هتعمل ايه يوم راس السنه؟ هنخرج انا والمدام والاولاد، هنروح جنينه طبعا، حديقه بدر مثلا، جنينه الحيوانات، اي حته هنخرج ونتفسح ان شاء الله باذن الله، ويجعلها سنه جديده علينا كلنا وعلى امه المسلمين وعلى الناس المصريه كلها. ممكن اخرج انا واصحابي، وبعدين بعد ما اطلع من الدرس اكيد، وهخرج وبعدين بقى نروح عشان احنا بنروح بدري. لسه مش عارفه، انا لسه متخرجه فمش عارفه بيعملوا ايه براس السنه، يعني هشوف هعمل ايه. اقعد في البيت. هقعد اكل وانام. غالبا هقضي مع بنتي مع كنوز في البيت، بس مش هخرج، مش هروح في اي حته تانية. والله اكلم اصحابي الاول وننزل نقعد على القهوه شويه، وبعد كده مثلا لو في خطه ان احنا نسافر ولا حاجه نقضي اليوم ده في اسكندريه ولا في دهب ولا اي حاجه ونرجع تاني. بس كده، بس هو يعني كيوم لسه مش عارفين هنعمل ايه بالظبط. والله هو المفروض ان انا هلبس زبله يوم راس السنه، تمام، بس البركه بقى في الحاجه سرايا اللي هي المفروض حماتي، اللي هي ما تنشنش الدنيا وتخلي الدنيا جميله، عشان بدايه السنه لازم تكون جميله. عملت ايه السنه اللي فاتت؟ لا راس السنه اللي فاتت يعني ما خرجناش قوي، يعني فسحه بسيطه كده. بخرج دايما مع بابا وماما واخواتي، يعني بنخرج نسهر بس. ده اللي انا بعمله كل سنه، بس السنه دي بقى مش عارفه بلان ايه بالظبط. لا كنت بسلم التسليمات اللي ورايا، يعني كان عندي شغل في الجامعه فكنت بسلمه، فجرادويشن بقى وكده. السنه اللي فاتت تقريبا اتغدينا وحضرت حفله، يعني كانت حفله غنائيه كده في الزمالك بس.